مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في نشرة 11. وبداية، وفي سابقة في تاريخ الجزائر، انطلقت اليوم بالمحكمة العسكرية بالبليدة محاكمة كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين وسعيد بوتفليقة، وكذا المسمات لويزا حنون بتهم ثقيلة تتعلق بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، وذلك وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام. وتحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر، انطلقت أمس بمختلف بلدية الوطن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والتي تدوم إلى غاية 6 أكتوبر القادم. رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي كان قد وقف ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة على ظروف سير العملية والإجراءات الجديدة المرافقة، حيث تم وضع تطبيقا خاصا بالمراجعة الآلية للقوائم الانتخابية. عيسى تومي. معززة بكامل صلاحياتها ومهامها المخولة قانونا في التحضير للعملية الانتخابية، وانطلاقا من مقرها بنادي الصنوبر وصولا إلى بلدية الدار البيضاء، وقفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. رئيس السلطة محمد شرفي حث الأعوان المكلفين بالمراجعة على ضرورة الالتزام المسؤول بهذه المهمة ووضع أولى جسور الثقة بين المواطن وهذا الاستحقاق الانتخابي. لابد المواطن كي يجي يفهم ايضا، مش شرط يعني مجرد التسجيل ويروح، لازم يفهم وش هو الشيء الجديد يعني اللي تكفل حقوقه الان بالنسبه للماضي. يعني علاش يشوف بلي فيها عنده داعي اكثر ايجابيه باش يسجل نفسه مما كان عليه في الماضي. هذا احنا دورنا كسلطه، ولكن دوركم انتم ثاني كامتدادات نتاع السلطه ان شاء الله، لانك انتم تكونوا ملتزمين بالمهمه المنوطه بنا. للمواطن يقتنع اكثر بالضروره نتاع التسجيل بانه هو الضمانه الحقيقيه لانجاح ممارسه حقه الانتخابي. محمد شرفي اطلع ايضا على التطبيق الجديده والخاصه بالمراجعه الاليه لهذه القوائم. بكري كان المواطن يتقدم لهنا ويروح يزيد يتقدم للبلدية الأخرى، وهو اللي يعمل التنسيق بين بلد، ليس كذلك؟ الآن المواطن يتقدم والابليكاسيون التطبيقة هي اللي تقوم بتصفيت وضعيته. رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكد أن إنجاح الاقتراع ليكون في مستوى تطلعات المواطن مسؤولية تتقاسمها السلطة والناخب على حد سواء. مراجعة القوائم هذه رأي فرصة سانحة بالنسبة إليه للمشاركة في ضمان والتكفل بحماية حقه في اختيار من يمثله كرئيس الجمهورية، وأن مشاركته هي الضمانة الحقيقية، لأنك تكون مشاركته واسعة فإن الضمان يكون مكفول أكثر، والمشاركة في التصويت وممارسة حقه في التصويت يكون ضمانة ثانية أكثر لدعم المقتضيات التقنية والبشرية اللي راهي السلطة بصدد وضعها في عين المكان، مما إن شاء الله ينبأ ويبشر بأن لأول مرة يكون الاقتراع الجاي إن شاء الله في مستوى تطلعات الشعب. الضمانة الحقيقية راهي مزدوجة بين السلطة وبين الناخب. وتأتي هذه الخرجة الميدانية ضمن المهام المنوطة بهذه السلطة للتأكد من احترام الأحكام القانونية الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية. وتثمينا لهذا المسعى، دعوات من أجل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في آجالها المحددة، وآراء مثمنة لمواقف المؤسسة العسكرية ودورها في مرافقة مطالب الشعب.
عد الانتخابات في 12 ديسمبر 2019 هي خطوة إن شاء الله احنا نتمنوا أنها خطوة مليحة إن شاء الله تخرج البلاد من الأزمة اللي راهي واقعة فيها حاليا. يقعدوا عندنا رئيس، يقعدوا عندنا رئيس كيما الدول الآخرين، ماذا بنا هذا حاجة انت الفوطات يزربونا لها، ماذا بنا الفوط؟ لا باش نديروا رئيس يتخدموا بلادنا، نجيو مع بعض نتفاهموا نديروا كل حاجة بعضنا، حاجة بلا رئيس ما نديروا والو يا ودي، ماذا بنا الفوطات يكونوا. رانا طالبين الفوط، ماذا بنا يشربوا بنا بالفوط يا ودي، خاطر لقينا الدواقة راهي تقول شوية. ويمشي مع المؤسسة العسكرية لأنها راها رايدة الناس صالح لهذا الوطن، راهم يشوفوا في الخير لهذا الوطن، لازم نوقفوا معاهم ونساندوا المؤسسة العسكرية، هي هما ناس صالح، هذا النداء، هما ناس صالح ولازم نساندوهم قلبا وعقلا وكل شيء، ونتمناوا الخير لهذا الوطن. ولننتخب رئيس قوي ذو شرعية شعبية ليخرج هذا البلد من المحنة، يخرجها من ويصعد بها ويرتفع بهذه الأمة. هل تصور لك في عقلك أنت يا 6 شهور بلا بريزيدون؟ هذه في العالم ما صراتش. هذا ماذا بينا؟ ماذا بينا نديروا بريزيدون؟ ماذا بينا؟ نديروا رئيس ها بلاد بلاي رئيس، كاينة بلاد هذه؟ وين في العالم ما كانش هيك؟ خصنا نديروا رئيس شجيع يخدم البلاد. احنا مع الانتخابات وماذا بينا الانتخابات يعجلوا بها. ينكسبوا رئيس جمهورية هو رئيس الجمهورية تاع الدولة الجزائرية على أساس أنه نستقر ونضمن الاستقرار لدولتنا ولبلادنا ولشعبنا. الانتخابات الرئاسية ماذا بينا في ليزي يكونوا الناس كل انتخبوا ماذا بينا. تنطلق اليوم بنيويورك قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ 2019 والتي تعرض فيها الجزائر مخططها الوطني للمناخ 2020-2030 الذي صدق عليه في مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول نوردين بدوي، ويتضمن 155 عملية ونشاط تهدف إلى ضمان التكيف مع أثار التغيرات المناخية والحد منها للعشرية المقبلة. وتشارك في القمة العالمية للمناخ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي إلى جانب رؤساء دول وحكومات ووزراء ونخبة من المديرين التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص الرائدة في العالم والمجتمع المدني. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز أمس القطاع المصرفي إلى الاستثمار في العمل المناخي وعدم الاستثمار في الوقود الأحفوري والتلوث بشكل عام. وجاءت مناشدة الأمين العام الأممي عاشية القمة الأممية للعمل المناخي في لقائه مع عدد من الشباب الناشطين في مجال البيئة، وفي سياق الحديث عن أثر البيئة في التقلبات المناخية، يؤكد خبراء أمميون أن شهر جويليا المنصرم كان أسخن شهر منذ عام 1850. في موضوع آخر، تستعد مراكز التكوين المهني بولاية غردايا لاستقبال أزيد من 5600 متربص جديد في دورة سبتمبر 2019، حيث سيتم إدراج تخصصات جديدة أهمها مركز الامتياز الجهوي للتكوين في الطاقات المتجددة. سهيل بن دانيا. تستعد مراكز التكوين بغردايا لاستقبال المتربصين الجدد بعشرات التخصصات الجديدة خلال دورة سبتمبر 2019. مركز التكوين بنجار بن علي ببنورة مثلا من المراكز التي تعتمد على شرح كل التخصصات للمتربص قبل التسجيل حتى يجد ما يلائمه. إذا حسب المستوى نتاعو اللي قدموه، رايح المستشار التوجيه هو العون المكلف بالاستقبال، راح يوجهه لهذا الأبواب المفتوحة اللي داخل المؤسسة، ويزور الورشات ويشوف الإنجازات اللي عملوها زملائه أصحابه قبل يتخرجوا. إذا راح يدي فكرة حقيقية، بمعنى يعطوا الفكره في على مستوى المكتب الاستقبال، ثم ياتي الى الورشه ويتكلم مع الاستاذ ويشوف التجهيزات اللي كاينه، يشوف الامكانيات اللي كاينه. ما وفقناش ربي في شهاده البكالوريا، جينا هنا للسونتر باش نديروا ديبلوم، وكان استقبال رائع هنايا، الحاله راهي منظمه بيان. انا كيما انا درت انفورماتيك، تقني سامي في الانفورماتيك باش نسجل في التكوين في كهرباء معماريه، هذا هو باش نكمل المستقبل تاعي ان شاء الله. ومن اهم التخصصات التي تراهن عليها مديريه التكوين والتعليم المهنيين بغردايه
التكوين المتخصص في الطاقات المتجددة بعد استلام المعهد الجهوي للامتياز. هناك عدة تخصصات جديدة في جميع خاصة في الأشغال العمومية، السياحة، التعمير والبناء، الفلاحة، البيئة، ومن بينها يعني فتح مركز امتياز للطاقات المتجددة الموجود في واد نشو، الذي إن شاء الله سيكون لكل الولايات الجنوب، ونحن في يعني جلب التجهيزات وكذلك توظيف الأساتذة. ويجري إنجاز معهد للتعليم المهني سيرفع من قدرة التكوين وسيسمح بالتكوين المتخصص مع البكالوريا المهنية. دوليا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال 22 فلسطينيا على الأقل، من بينهم العديد من الأشقاء في بلدتي العيسوية وسلوان بالقدس المحتلة. كما تسببت الاعتداءات في اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلالها جنود وعناصر الشرطة الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز بصورة عشوائية دون أن يبلغ عن إصابات. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيرا أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج هي للردع والدفاع فقط، وأن رئيس ترامب سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع. في أخبار الرياضة، ولحساب الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يستقبل اليوم نصر حسين داوي فقسطيف بملعب عمر حمادي ببلوغين، فيما تلعب باقي مباريات هذه الجولة غدا الثلاثاء، هذا وقد تغلبت مولودية الجزائر على مولودية وهران بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مقدم عن هذه الجولة. ونختم النشر مشاهدينا بعرض فني، حيث قدم أمس بالي أوبرا الجزائر عرضا تمثل في رقص شعبي يعكس مختلف الطبوع الجزائرية المتنوعة في عرض متناسق ورائع. أخبارنا بذات مات مشاهدينا، موعدنا يتجدد في الخامسة. إلى اللقاء.